طبعا اليوم الثالث على التوالي فرق الدفاع المدني ما تزال تعمل على البحث عن الشهداء تحت الانقاض، وحتى حاليا عم نعمل حتى على ازاله الانقاض من السوء وفتح الطرقات. حصيله الشهداء حتى اللحظه 64 شهيد، ومعاقبه للزياده في اي وقت كون في اصابات كثيره وخطره كثير. في مفقودين حاليا حوالي ثلاثه مفقودين. اليوم الصبح طلعنا ثلاث شهداء كانوا بالمخفر مسجونين، وحاليا ما زال البحث جاري.